يا فندم، هي العربية دي وصل قبل الانفجار بنص ساعة، وحتى صاحبها ما نزلش منها، اتحركت بعد الانفجار بدقيقة. مين صاحب فكرة الكاميرات دي؟ يبقى حاطط الاسم كله. ده للسؤال ده يا فندم. بصراحة عايز أشكره، هتفيدنا كتير. رغم إن أنا كنت معترض على صرفية الكاميرات دي، بس ظهرت قيمتها دلوقتي. كان عندك بعد نظر يا زين. الله يخليك يا فندم، كله بركة توجيهات سيادتك. طيب عايزين نعمل زوم على الشباك بتاعها. رضوان، انت تعرفه يا زين؟ ايوه اعرفه يا فندم، من بلدنا، كان معايا في المدرسة. طب وده هتعرف تجيبه؟ ده أكيد خلع بره البلد. هنجيبه هو اللي معاه بعون الله. ليه ما قلتليش إنه بيبعتلك وبيكلمك؟ يا بت ده بيعمل كده كل فين وفين، وبعدين ده طه يا صفية، يعني أخويا الصغير. بس أنا مش حاسة إنه شايفك أخته الكبيرة. صفية، هو في إيه يا بت؟ هو المحروس اللي انتي بتحبيه يبقى طه؟ اه يا ليلى، طه. يخرب بيت عقلك، طب ليه ما قلتليش من الاول؟ يعني اتكسفت. من انا؟ من اختك يا عبيطه. اصل انا مش عارفه هو واخد باله مني ولا لا. طب اقولك، تحب اتجصلك من ناديه؟ لا اوعي تعملي كده. ما انتي لازم تعرفي، يعني هو كمان كده بيحبك من ناحيتك انت بس يا موكوسه؟ انا الصراحه من بعد ما لقيته بيسال عليكي ما بقتش مطمنه. استهدى بالله رضوان، استهدى بالله. بعد اذنك يا فندم انا اعرفه، سيبنا اتكلم معاه. ايه انت بتقول ده؟ عدو الظابط. بعد اذنك يا فندم، على مسؤوليتي الشخصيه، خلي الرجاله تخلي المكان. مستغرب اللي وصلت ليه، مش هكدب عليك، خفت على بنت عمي منك، بس آخر حاجة كنت أتخيلها إن صديق دراستي اللي كلنا مع بعض عيش وملح يبقى واحد منك. ما تجربش يا زين، ما تجربش. يبقى واحد من القتلة. مفيش قتلة غيركم يا زين. أنا مش قادر أصدق إن زين ولد الحج صالح الجناوي يبقى من المرتدين. مرتدين؟ تعرف معنى الكلمة دي عشان تتهمني بيها؟ وانت هتفهم في كلام ربنا أكتر مني؟ وبعدين يا زين، من ساعة ما انت لبست البدلة الميري وانت بقيت زيهم، ظالم وكافر. من ادك الحق انك تكفر بني ادمين وتستحل دمهم يا رضوان؟ ايه؟ هتقوم بدور ربنا على الأرض؟ أنا بطبق شرع ربنا في الأرض يا زين. إياك تكون فاكر يا رضوان إن الدور اللي عايشه بقالك سنتين تلاتة ده هيخلى عليا. احنا متربين مع بعض. ياض، انا عمري ما شفتك في جامع المدرسه. ده انت لحد من سنتين ثلاثه كنت بتشوف اي مره معديه بتفصصها من فوقها لتحتيها. انت ده جيميتي. انت نفس مريضه استغلها الشيطان عشان تاذي الناس باسم الدين. دي انضف منك ومن امثالك. طب احنا هنتجاهد نكت اللي يا زين؟ اتجاهد يا زين ونشوف مين فيك جنة ومين في النار؟ شوف